منذ إعادة تأهيله كأحد المرافق الصحية المهمة في محافظة أبيان، ساهم مستشفى زنجبار بشكل واسع في توفير الرعاية الصحية للكثير من المواطنين في هذه المدينة. يحتاج إلى دعم يعني متواصل لنا مشان نقوم نحن بالدور هذا، خاصة يعني الأدوية دائما تنقصنا، وتكون يعني الأدوية مش بالكمية الكبيرة، تكون كمية محددة، ونحن هنا المواطن يحتاج إلى المزيد يعني من المساعدة فيه. لهذا نحن نتمنى تزويدنا يعني من جميع الحاجة، تزويدنا بالكادر، نحن نحتاج إلى كادر مختص في بعض الأحيان فيه، نقص عندنا في الأدوية التي نعانيها نحن في هذا المستشفى. نحن نحتاج إلى لفتة يعني لنا، يعني بحكم أننا نحن نعتبر يعني في قلب المحافظة هذه. وجود المستشفى التخصصي في المدينة المتواضعة زنجبار يشكل إضافة نوعية بالنسبة للمواطنين، إذ يلعب دورا رئيسيا فيما يقدمه من خدمات طبية هم بحاجة إليها. في اللحظة التي تشهد زنجبار تدهورا ملحوظا في الوضع الصحي وتفشي الأمراض كوباء الكوليرا، حيث رصدت التقارير الطبية في المستشفى أكثر من 1500 حالة تم استقبالها. نقص الكادر الطبي سواء في مستشفى زنجبار أو المرافق الأخرى. ثانيا نقص في الأدوية. طبعا المستشفى خلال فترة الوباء كان يقدم خدمة قليلة وخفف الضغط الشديد على مستشفى الرازي الوحيد المتواجد في المحافظة. الأهمية الكبيرة التي يمثلها وجود المستشفى كثاني أكبر مستشفى رسمي في المحافظة تأتي من خلال الجهد الذي يبذله الطاقم الطبي، مسنوداً بجهود السلطة المحلية المتواصلة لإخراج المحافظة من حالة الفوضى والإنفلات الأمني وإدخال كافة المرافق الخدمية إلى العمل. تأهيل الكوادر الطبية المتخصصة بالإضافة إلى الاستجابة في توفير الأدوية الضرورية يضمن للمستشفى الوليد تقديم رسالته على أكمل وجه. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.